إطار برنامج تنمية المهارات الحياتية والتربية على المواطنة في منهاج مادة علوم الحياة والأرض بالثانوي الإعدادي، يقدم الفريق الإقليمي لهذا المشروع بالمديرية الإقليمية إنزكان أيت ملول موردا رقميا يهدف إلى توظيف مهارة حل المشكلات في درس تدعيم الاستجابات المناعية عند الإنسان. بداية نذكركم بالمكتسبات السابقة ونوضح الأهداف المنتظرة من هذا الدرس. بلا شك تعرفتم سابقا على الجراثيم، فما هي هذه الجراثيم؟ وما أصنافها؟ وما طرق تكاثرها؟ وما هي خطورتها؟ الجراثيم هي عبارة عن متعطيات مجهرية لا ترى بالعين المجردة بل بالمجهر، وتصنف إلى بكتيريات كعصية الكزاز، فيروسات كحمى السيدا، الحيوانات الأولية كالباراميسيوم، والفطريات المجهرية كعفني الخبز. تتكاثر هذه الجراثيم بطرق مختلفة. في الحيوانات الأولية تتكاثر بالانقسام، والبكتيريات تتكاثر بالتبرعم أو بالانقسام حسب نوعها. الفطريات المجهرية تتكاثر بالتبوغ، أما الفيروسات فهي تتكاثر داخل الخلايا الحية وتدمرها. الجراثيم منها الممرضة ومنها النافعة، وتتجلى خطورة الممرضة منها في التكاثر السريع مما يجعلها تغزو الجسم بشكل سريع عند دخولها إلى الجسم. إفراز سمين، الاحتواء على العليبة، التطور والتغير السريع. كما تعرفتم على المناعة الطبيعية وتعرفتم على أن هنالك حواجز طبيعية ميكانيكية كالجلد وأخرى كيميائية كالدموع واللعاب، وهدف هذه الحواجز منع تسرب الجراثيم داخل الجسم. كما تعرفتم على الاستجابة الالتهابية وآلية البلعمة. من أعراض الاستجابة الالتهابية الإحمرار والألم في موقع الجرح، ارتفاع محلي لدرجة الحرارة، وأيضا خروج القيح. تتدخل البلعميات وهي نوع من الكريات البيضاء خلال الاستجابة الالتهابية عبر المراحل التالية، ونسميها مراحل الاستجابة الالتهابية. أولا الاقتراب من الجرثوم، ثم أيضا تثبيته وابتلاعه وهضمه، وفي الأخير طرح الحطام على شكل قيح. كما تعرفتم أعزائي المتعلمين عزيزاتي المتعلمات على المناعة المكتسبة النوعية ذات المسلك الخلطي بتدخل مضادات الأجسام المفرزة من طرف اللمفاويات B، وعلى المسلك الخلوي بتدخل نوع آخر من هذه الخلايا المناعتية تسمى الكريات اللمفاوية T. ونذكركم في الأخير بأصل هذه الخلايا المناعتية والتعاون الخلوي. يتم إنتاج جميع الخلايا المناعتية على مستوى النخاع العظمي، ويتم نضج اللمفاويات B على مستوى هذا النخاع، فيما يتم نضج اللمفاويات T على مستوى الغدة الساترية. هذه الخلايا يتم تجميعها
على مستوى مواقع مختلفة كاللوزتين، العقد اللمفاوية والطحال. وأيضا تعرفتم على أن هذه الخلايا تتعاون فيما بينها قصد التصدي للجراثيم الضارة. ومن أهداف هذا الدرس أولا التعرف على طرق تدعيم المناعة عند الإنسان، ثم ثانيا وهذا هو الجديد توظيف مهارة حياتية وهي مهارة حل المشكلات خلال صيرورة الدرس والعمل على تقديم الحلول للمشاكل المطروحة وفق منهجية دقيقة. أدعوكم أعزائي المتعلمين عزيزاتي المتعلمات لمتابعة الوضعية التالية. تنتشر من حين لآخر مجموعة من الأمراض المعدية والأوبئة الخطيرة التي تربك عمل الجهاز المناعي وتتغلب على آليات تدخله، فتؤثر على صحة الجسم ووظائفه، وقد تسبب خوف وهلع في نفوس البشرية، كما قد تعطل بعض الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، مهلة للتفكير، بغية التأمل في المعطيات المقدمة وتحليلها قصد إبراز المشكل المطروح. بات إذن من الضروري من أي وقت مضى التسلح بمجموعة من المهارات الحياتية والسلوكات الإيجابية قصد التصدي للجراثيم الضارة والقاتلة، وعلى رأسها فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. نحن إذن أمام مشكل صحي يتطلب مهارة حل مشكلات لدى الفرد والمجتمع، وهذا يتطلب منكم اتباع خطوات منهجية دقيقة. أولى هذه الخطوات تحديد المشكل المطروح بدقة. بلا شك المشكل الذي أبرزتموه من خلال المعطيات السابقة هو كيف يمكننا التصدي للجراثيم الضارة والقاتلة. ومن هنا استنبط أسئلة أخرى من قبيل: ما هي طرق الوقاية من هذه الجراثيم؟ وما هي طرق العلاج في حالة الإصابة الجرثومية؟ بعد طرحكم لهذه التساؤلات ننتقل إلى خطوة أخرى تستدعيها مهارة حل المشكلات، إنها خطوة اقتراح الفرضيات والحلول الممكنة. حاولوا إذن اقتراح هذه الفرضيات. مهلة أخرى للتفكير. أحسنتم. الحلول الأولية الممكن تقديمها على شكل فرضيات هي من قبيل: ربما ينبغي منع تسرب الجراثيم إلى الجسم، ربما تستعمل وسائل وأدوية لتقوية المناعة قصد التصدي للجراثيم. وللتأكد من صحة هذه الفرضيات سننتقل وإياكم إلى خطوة ثالثة تستدعي منكم استحضار المكتسبات وتجنيد القدرات قصد التقصي لحل المشكل المطروح، وذلك بدراسة معطيات حول بعض الأمراض الجرثومية وتمحيصها. نبدأ بتقديم معطيات صحية عن مرض اجتاح العالم خلال الأشهر الأخيرة، من بين أعراضه ضيق التنفس، ارتفاع درجة الحرارة، السعال الجاف، والتعب الشديد. إنه مرض كورونا المستجد كوفيد-19. بلا شك أعزائي المتعلمين عزيزاتي المتعلمات عاينتم الإجراءات المتخذة في البلاد ضد هذا الفيروس، كإغلاق الحدود
توقيف الدراسة الحضورية واعتماد الدراسة عن بعد، إلغاء التظاهرات الفنية والرياضية، منع التجمعات العامة وإغلاق المساجد. ومن بين أهم الإجراءات المتخذة أيضا الكشف المبكر عن المرض، فحص المخالطين، العزل الإجباري للمصابين، والدعوة إلى الالتزام بالحجر الصحي. كما تتخذ إجراءات أخرى للسلامة تتجلى في توعية المواطنين لتجنب العادات السيئة كالبصق في الأماكن العامة، ودعوتهم إلى الالتزام بقواعد النظافة الشخصية، خصوصا غسل اليدين بصفة مستمرة بالماء والصابون. كما تقوم الجهات المختصة بتعقيم المرافق العمومية بشكل دائم. كما يعتمد الإنقاء خلال مزاولة المهام الطبية، ويتجلى في تعقيم هواء المستشفيات والمعدات الطبية، كما يتجلى في الاحتياطات المتخذة من الفريق الطبي بتعقيم الأيدي وارتداء القفازات والكمامات والبدل الطبية. في حالة الإصابة بالفيروس لا قدر الله، يتم إخضاع المصابين لبرنامج علاجي بوحدات العزل الطبي، مما يساهم بشكل نسبي والحمد لله من رفع نسبة الشفاء من هذا المرض. ومن بين الأدوية الموصوفة دواء الكلوروكين، وهو عبارة عن مركب كيميائي، ودواء أزيتروميسين، وهو عبارة عن مضاد حيوي. هذا البرنامج يساهم بالفعل في تدعيم مناعة الجسم، لكنه لا يستهدف بشكل مباشر فيروس كورونا كوفيد-19 للقضاء عليه، مما يجعلنا الآن أمام فيروس خطير من حيث حدثته لعدم جاهزية اللقاح الموجه ضده، ومن حيث آلية تدخله إذ لا يوجد مصل فعال ضده. سنقوم الآن بدراسة الحالة الثانية، مرض الكزاز تيتانوس. الكزاز هذا مرض خطير تسببه بكتيريا تدعى عصية الكزاز. توجد هذه البكتيريا على سطح النباتات وفي التربة وعلى الآلات المعدنية الصادئة، تتسرب إلى الجسم عبر جروح فتتكاثر وتحرر في الدم السمين الكزازي. هذا السمين يؤثر على الجهاز العصبي ويسبب تقلصات مؤلمة في العضلات وكذا ضيق في التنفس. لذا من الضروري تطهير الجروح للوقاية منه، حيث يتم تنظيف الجرح بقطن معقم. ثانيا، تطهير هذا الجرح باستعمال مواد مطهرة كالكحول أو الماء الأكسجيني أو ماء جافيل المخفف، ثم عزل الجرح عن المحيط الخارجي باستعمال ضمادة معقمة. كما يتم تلقيح الأطفال ضد هذا المرض باستعمال دفان الكزاز خلال الفترات التالية: التلقيح الأول عندما يبلغ الرضيع الأسبوع السادس، التلقيح الثاني عندما يبلغ هذا الرضيع الأسبوع العاشر، التلقيح الثالث خلال الأسبوع الرابع عشر، ويتم التذكير بهذا التلقيح خلال الشهر الثامن عشر. وقصد التعرف أكثر على مبدأ التلقيح، نقدم لكم تجارب مرض كزاز الموجز على الفئران، قصد تعزيز مصاري بحثكم خلال هذه الخطوة الهامة، خطوة البحث والتقصي لحل المشكلة المطروح. لاحظوا إذن بتمعن التجارب المقدمة وحاولوا صياغة الاستنتاجات. لكم مهلة للإنجاز. أحسنتم. بالتجربة الأولى نترك فأرا لمدة 15 يوم.
قصد التأكد من سلامته، ثم نحقنه بسمين الكزاز. النتيجة الملاحظة موت الفأر. المستنتج من هذه التجربة هو سمي الكزاز مولد مضاد، أي عنصر أجنبي مميت. الآن سننتقل إلى التجربة الثانية. نحقن فأرا سليما بدفان الكزاز مولد مضاد ضعيف لأنه فقد سميته، وبعد 15 يوما نحقن سمين الكزاز لنفس الفأر. النتيجة الملاحظة عدم موت الفأر رغم حقنه بسمين الكزاز. المستنتج إذن من هذه التجربة هو حقن دفان الكزاز للفأر يكسبه مناعة ضد سمين الكزاز، لأنه تم دفع جسم الفأر لإنتاج مضادات الأجسام الموجهة ضد هذا السمين. وقصد إدراككم أهمية هذا التلقيح، عليكم تحليل المبيان أسفله. مهلة للتفكير. بلا شك بعد التحليل ستستخلصون ما يلي. بعد الحقنة الأولى لدفان الكزاز نلاحظ استجابة ضعيفة، أي ارتفاع ضعيف لنسبة مضادات الأجسام في جسم الفأر، وهذه الاستجابة تكون بعد مرور أسبوع على الحقن. بعد الحقنة الثانية لنفس المولد المضاد، أي دفان الكزاز، نلاحظ ارتفاع فوري لنسبة مضادات الأجسام، ويبقى هذا الارتفاع عدة أسابيع خلال الاستجابة الثانية. وبالمثل أي تذكير لاحق بنفس المولد المضاد يؤدي إلى ارتفاع هذه المضادات. نستخلص أن التلقيح يكسب الجسم ذاكرة مناعية ضد مولد مضاد معين. من بين الإجراءات الطبية المتخذة حقن الشخص الجريح بواسطة آلة صادئة مثلا بمصل ضد الكزاز قبل مرور 48 ساعة عن الإصابة، وأيضا يتم علاج شخص المصاب بمرض الكزاز بمصل مضاد له. سنذكركم إذن بمبدأ الاستمصار صيغة غبي. لاحظوا التجارب المقدمة وحاولوا صياغة الاستنتاجات، لكم مهلة للإنجاز. بالفعل التجربة الأولى هي نفسها التي رأيناها من قبل، والغرض منها هو توضيح أن سمي الكزاز هو مولد مضاد مميت. سنمر مباشرة إلى التجربة الثانية. بعد التأكد من سلامة الفأر لمدة 15 يوما نحقنه بسمي الكزاز، ثم مباشرة نحقنه بالمصل المضاد له. النتيجة الملاحظة بقاء الفأر حيا. الاستنتاج الذي يمكنكم استخلاصه من هذه التجربة هو كالتالي: يحتوي المصل المحقون على مضادات أجسام جاهزة موجهة ضد سمين الكزاز للقضاء عليه. وقصد إدراككم لأهمية الاستمصال، عليكم أيضا تحليل المبيان أسفله. مهلة للتفكير. أحسنتم. التحليل المطابق لهذا المبيان كالتالي: بعد الإصابة بجرح يتم حقن الشخص بمصل مضاد
للكزاز، فنلاحظ ارتفاع كبير لتركيز مضادات الأجسام في دمه، وهذا الارتفاع يكون بشكل فوري ثم يليه مباشرة انخفاض تدريجي لمضادات الأجسام إلى أن تنعدم. مفعول هذا المصل يبقى مؤقت لأنه يدوم فقط بضعة أيام. نستخلص إذن أن الاستمصال هو نقل مضادات أجسام جاهزة إلى شخص مريض بشكل فوري. بعد هذه الخطوة الأساسية، خطوة البحث والتقصي لدراسة مختلف المعطيات حول مرض كوفيد-19 ومرض الكزاز، سننتقل وإياكم إلى مرحلة أخرى، الخطوة الأخيرة والمتمثلة في جميع هذه المعطيات واستثمارها لتقديم الحلول المستخلصة. بناء على المعطيات السابقة، حاولوا تمحيص النتائج والحلول ثم الإجابة على الأسئلة التوجيهية التالية. السؤال الأول، عليكم استخراج من المعطيات المدروسة ثلاث طرق للوقاية وثلاث طرق للعلاج. ثانيا، عليكم تحديد مبدأ الإنقاء ومبدأ التطهير. ثالثا، عليكم إدراك أهمية كل من التلقيح والاستمصار. أبدعتم. يمكنكم تقديم حصيلة البحث على شكل حصيلة إجمالية تتضمن أجوبة الأسئلة المطروحة وأيضا تتضمن الحلول المتوصل إليها على الشكل الآتي: يمكن التصدي للجراثيم بالوقاية والعلاج، ومن أهم طرق الوقاية أولا الإنقاء، ويتجلى في تعقيم المعدات الطبية، استعمال القفازات والبدل الطبية لمنع تسرب الجراثيم إلى الجسم. ثانيا التطهير، قصد القضاء على الجراثيم الموجودة في الجرح. وأخيرا التلقيح، الذي يهدف إلى إكساب الشخص ذاكرة مناعية نوعية ضد مولد مضاد معين ويبقى مفعوله دائم. ومن بين طرق العلاج الاستمصال، ويتجلى الاستمصال في نقل المناعة من شخص إلى آخر، وذلك بنقل مضادات أجسام نوعية جاهزة ضد مولد مضاد معين، رغم أن مفعوله يبقى مؤقت إلا أنه يستعمل للعلاج. أيضا من طرق العلاج تقديم أدوية لتدعيم المناعة، منها مركبات كيميائية كدواء الكلوروكين ومضادات حيوية كدواء أزيتروميسين. ولتعميق البحث، عليكم أعزائي المتعلمين، عزيزاتي المتعلمات، الاشتغال على المواضيع التالية: البحث عن الحلول والاستراتيجيات المتبعة في ظل عدم جاهزية لقاح ومصل فيروس كورونا. كما تعلمون، المختبرات العلمية ما زالت في بحث مستمر لحد الآن لإيجاد لقاح ومصل فعال ضده. ثم عليكم الاشتغال على مشاريع شخصية وعلى عروض تحسيسية ومقاطع مرئية أو سمعية، قصد المساهمة في الحد من انتشار الأوبئة في بلادنا. وختاما، نريد موجزا عن المهارات الحياتية حل المشكلات التي تم توظيفها خلال سيرورة هذا الدرس عبر أربع خطوات أساسية، وهي: الخطوة الأولى، صياغة المشكل المطروح وطرح التساؤلات. الخطوة الثانية، اقتراح الفرضيات والحلول الممكنة. الخطوة الثالثة، التقصي لحل المشكل المطروح. والخطوة الرابعة والأخيرة، جميع هذه المعطيات واستثمارها. كونوا على يقين أعزائي المتعلمين، عزيزاتي المتعلمات، أن هذه المهارة، مهارة حل المشكلات، توظف لبناء المعرفة وتجاوز الصعوبات خلال إرساء التعلمات، وأيضا توظف خلال إنجاز مشاريعكم الشخصية والذاتية، كما يمكنكم تضيفها في حياتكم اليومية لمعالجة المشاكل المطروحة وأيضا لمواكبة تحديات العصر. نشكركم على حسن المتابعة، ونتمنى لكم وفور الصحة والعافية.